السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. انا ام مكة ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تنوروني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله، ولايك كتير جدا للفيديو. النهاردة جزء جديد من سنتر النصر، هنعرض فيه ان شاء الله شوية شتوي كده حلوين بأسعار خطيرة جدا، خامات عالية قوي وأسعارهم حلوة جدا، وهنعرض كمان شوية كاشات كده بالشكل اللي انت شايفينه ده، أسعارهم حلوة قوي وماتريال عالي قوي. وكمان هنعرض مع بعض عبايات بيتي نزلت عندهم سعرها للنص، خامات عالية وجودة حلوة جدا. هنقول كل حاجة معانا في الفيديو، بس قبل ما أبدأ الفيديو بقى لو لسه ما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ولايك كتير جدا للفيديو عشان تشوفوا كل فيديوهاتي ان شاء الله. دي بيجامة تانية حلوة أوي دي بقى. أول الفيديو كان معانا بيجامة قريبة من الشكل، اه كانت قريب من دي، اه كانت قريبة من دي. دي حاجة بقى، دي حاجة تانية، اه التانية ما كانش فيها الرسمة اللي من تحت، دي مختلفة برضو، ما كانش فيها الجيوب، دي بجيوب وفيها رسمة من تحت. بصوا البنطلون فيه اسورة برضو، التانية ما كانش فيها كده. عاملة كام دي؟ سعرها 115. في الوان واحجام ولا وان سايز برضه؟ من ميديم لحد 2 اكس. من ميديم ل 2 اكس. سعرها كام؟ ده كده الميديم فين؟ ده اصغر مقاس فيها. ده اصغر مقاس فيها. ده اصغر مقاس في الشكل ده. دي سعرها 115 بعد 140. بعد 140 115. احفظوا الاسعار عشان لما تيجوا. ها؟ كمان معايا كاش. كاشات بقى. بالنسبه للكاش عندي اشكال والوان، عندي اه الكاشات انا شفت كتير جدا معروض منها، كتير قوي. اه فاحنا هنعرض بعض الحاجات. الله حلو قوي ده. تمام. جميل جدا ده، شايفين شكله؟ الخامه بتاعته شكلها محمله، انا شايفاها بس لسه ما مسكتهاش، وشكلها حلو قوي. همسك الخامه كده وقريني. وريني. الله خامتها حلوه جدا. عامل كام ده يا محمود؟ ده عامل 70. لا يستاهل اكتر من كده ده، يعني عمال اقول لك اعمل خصم بس ده يستاهل اكتر من 70 بصراحه، حلو قوي. في منه الوان؟ في منه ان شاء الله الوان ومقاسات، وفي منه حاجات تانيه. يعني في اشكال تانية. ممكن نلاقي موديل تاني يزيد 5، ممكن نلاقي موديل تاني اه نفس خمسة. القماشه بس يزيد و... اه نفس الخامه بس الشغل اللي فيه حلو قوي. ده حلو قوي قوي يا بنات. كمان المقاسات الخاصه بتاعته، في منه البيك سايز. اه البيك سايز ممكن بيتكلم معايا ب 95. البيك سايز ب 95. دي مش حاجات شعبي، دي براندات عشان ما تقولوش ان هي غاليه شويه، الشعبي بيبقى ارخص طبعا. حلوه جدا دي. ممكن نعرض عليكم كام حاجه شتوي. الشتوي اه الحبايب اللي كانوا بيسالوا على الجهاز والشتوي، عندهم شتوي برضو، احنا في الصيف بس في موجود شتوي، اللي عايزه تكمل حاجات للجهاز وكده، يعني على مدار السنه في شتوي عندهم. بصوا ده ترنج ده حلو، ده حلو قوي. في تجزيعه برضو لو تمام معاكم. بصوا قطيفه هايدي، اه حلوه قوي القطيفه دي، حلوه جدا دي. البنطلون، البنطلون بتاعه بقى مش قطيفه، ده الشغل الجديد ده. بص البنطلون مش قطيف، حلو قوي ده، حلو جدا ده. موضوع وجه الاختلاف، اه ده جديد ده. في منه الوان ان شاء الله؟ في منه الوان، اه في منه الوان. عامل كام ده يا محمود؟ اربع الوان. ده سعره 155. 155 شتوي ترنج ب 155. 155 حلو قوي. في الوان منه ومقاسات ان شاء الله؟ في منه الوان. هو المقاس واحد، المقاس وان سايز يعني، شفنا كده بس المقاس كبير مش صغير، المقاس يلبس يعني. ده موديل تاني منه. بصوا نشوف الصورة بس قبل ما يعرضوا. شكله حلو ده برضه، شكله برضه فوق قطيفة وتحت بنطلون حاجة تانية. لا هو ده حلو قوي ده، ايه ده؟ مرة دي بقى اللي فيه قطيفة. الله زي كده حلو جدا جدا. ممكن ترجع سنة يا محمود عشان يجي كله بس ال بابولا. ايوه حلو قوي ده. بصوا اقرب لكم بس الرسمة، جميل جدا القماشة بتاعته، ناعمة قوي، حلو قوي يا بنات. ده الخامة اسمها بولر، الخامة اسمها بولر للي عارف الخامات بقى عشان انا معرفوش. قطيفة هايدي، وريني كده لونها. اه البنطلون بتاعه قطيفة ناعمة جدا. الناس عارفة عن ايه بولر وعن ايه هايدي. اه حلو قوي. عامل كام ده؟ ده سعره 145. ده 145؟ 145 ده حجمه كبير جدا يا بنات، يلبس بيك سايز ده. ده بيلبس مقاسات، اه ده مقاس كبير قوي، ده حلو قوي ده. 145 بس، ها احفظه. الأسعار مش هتتغير لما تسيبه. لا أكيد، لا إن شاء الله. إن شاء الله. ده برضه حلو قوي ده. ده قطيفة شمواه، ده عامل زي الشمواه كده. هو هايدي. هايدي برضه. حلو قوي.
حلو، يعتبر لونين، تايجر في لون تاني. حلو قوي. هو مقاس واحد برضو صح؟ مقاس واحد. وده البنطلون، البنطلون بتاعه برضو قطيفه في تايجر، لون في تايجر. تايجر من بص كده. حلو قوي ده. عامل كام ده برضو يا محمود؟ ده سعره 140. ده 140 يعني الشتوي تقريبا 140 145. ترنجات. حلو قوي. طبعا هنا بعد ان شاء الله بيكون فيه اقل وبيكون فيه اكتر. بيكون فيه كده وبيكون فيه كده لما بتنزل موديلات تانية. ان شاء الله. يعني دي الاسعار اللي موجوده دلوقتي، ممكن تنزل موديلات اعلى وممكن ارخص. بالظبط كده، بيكون موجود حاجات اعلى وبيكون موجود حاجات اقل. ده روب. ده روب بقى. حلو قوي روب ده. بصوا كبير جدا ده. قربي كده معايا وامسك. حلو قوي. كومنت بنفسك. الله، الخامه جميله قوي، ناعمه ناعمه بجد. حلو قوي، وحجمه كبير برضو. ده روب طويل مش قصير. بصوا طويل ومقاسه كبير، يلبس برضو معايا. كام ده يا محمود؟ ده سعره 160. 160. 160. حلو والله. الاسعار هنا الشتوي اسعاره بجد حلوه قوي هنا. في حاجات يعني في الوان منه كتيره، وده ممكن في منه الوان. بصوا اوريكم صورته برضو في اللبس. بصوا كده باين اكتر. حلو قوي. كمان دي حاجة تانية من البيجامة، دي بجامات حاجة تانية برضو. لحد دلوقتي أسعار الشتوي هنا حلوة جدا جدا. دي مكتوب عليها أديداس كده، خامتها شكلها حلو قوي من بعيد برضو. يمكن الكاميرا ظالمة الخامة قوي، أنا قدامها وشايفاها. بصوا الخامة ناعمة ناعمة قوي. بصوا حلوة قوي معايا. حلوة دي برضو سعرها هيكون معايا 140. دي 140 برضو. الشتوي يا بنات لحد دلوقتي 140 و145. خامات تحفة بصراحة، وتلبس معاكي يعني، مش حجم صغير ولا مقاس صغير. كمان عندي حاجة زي كده تايجر لو حد. دي تايجر. بصوا دي طويلة زي التونيك كده. سوستة هي. حلوة قوي. دي تايجر هنشوفها برضو. الله شكلها حلو قوي. بصوا هجيبها لكم من بعيد بس عشان تبان قوي. بصوا لها جيوب من هنا. بصوا الاستراس اللي عليها. حلو قوي. حلو قوي دي يا محمود، جميله دي. وبرده ليها زنطه من ورا. تمام. ده البنطلون، البنطلون بتاع ساده. دي اشيك حاجه فيه على فكره، كفايه الشغل خالص اللي في التونيك. كله مشجر. لا لا حلو قوي. البنطلون بتاع سيمبل خالص، كفايه الشغل اللي فيها من فوق. حلوة قوي. عاملة كام دي بقى؟ دي عاملة 135. لا بجد. بجد؟ أسعار والله يا أسعار. لا أسعار الشتو بجد حلوة قوي هنا، حلوة جدا جدا جدا. في كمان بقى عندي ده كاش. ده كاش برضه. كاش حمالة بس ده صيفي بقى. ده صيفي كده. دخلنا في الصيفي تاني. ده سعره 45. ده 45 جنيه. 45. في منه ألوان؟ في منه إن شاء الله ألوان. ألوان برضه. ممكن نشوف ده موديل تاني منه. ده موديل تاني. بصوا ده موديل تاني خالص. بالظبط كده. هو اللون بس اللي مقارب ليه، انما هو موديل تاني خالص. بصوا شكله. عامل كام ده يا محمود؟ ده نفس الكلام 45. 45 جنيه. 45 بيمط معايا. تمام. ماشي. دلوقتي هنعرض حاجات بقى عليها خصومات كبيره جدا، كلها عبايات صح؟ لا عبايات وبيجامات. عبايات وبيجامات. عامله كام العبايه دي بقى؟ دي كده دلوقتي. بص الاول على الخامه بتاعتها. وريني الخامه كده. خامتها حلوه جدا. انا من ساعه ما جيت هنا ما شفتش حاجه شعبي بصراحه، كلها حاجات حلوه جدا. عامله كام دي؟ دي سعرها دلوقتي معايا 70 جنيه. دي 70؟ 70 جنيه. كانت كام دي؟ دي كانت 95 الاول وبقت 70. وبقت 70 جنيه. يعني الحاجات اللي هنقول لكم عليها دي عليها خصومات كبيره جدا بالنسبه لسعرها كده. هي كويسه جدا جدا. في منها الوان بقى. في منها الوان ان شاء الله واشكال كتير جدا، بس انا احنا عرضنا 3-4 اشكال. ايوه بنعرف بس اشكال عشان ما نفتحش كله بقى. انا عندي حاجات كتيره. في كمان ده شكل منهم. ده شكل تاني نفس السعر برضو. تمام نفس السعر. هي وان سايز. تمام. هي وان سايز ب 70 جنيه. تمام. ماشي شكلها حلو قوي. طبعا ان شاء الله كل شكل متوفر منه. الوان. ماشي حلو قوي دي. ماشي تمام. معانا كمان شكل زي ده.
ده شكل تاني خالص، عامل زي الدريس كده. ده مصنع الربيع يا جماعة. مصنع الربيع، مصنع الربيع للي عارفه بقى. 70 جنيه. 70 جنيه برضه. 70 جنيه. في منها الوان جلابية، والبيجامة 85 جنيه. دي امهاتي كمان يعني حجمها كويس يلبس، حلو قوي. 70 بس. ودي برضو 70. 70 جنيه برضو. في منها الوان، كل حاجه بطلعها لحضرتك ان شاء الله في منها الوان. الله حلوه جدا، بصوا عليها رسومات هنا حلوه قوي برضه، شايفين حلوه جدا، كل حاجه في منها الوان حلوه قوي. كل حاجه في منها الوان حلوه. معايا مدلين بيجامه منها، نختم بيهم ان شاء الله. 70 برضو ولا ايه؟ البيجامه هتكون 85. 85 بيجامه 105. يعني الجلاليب اللي شفناها الاولانيه ديت 70 ودي 85. حلوه قوي. في منها الوان، في منها احجام ولا وان سايز؟ لا هي وان سايز برضو. وان سايز. في منها موديلات تانية ولا هي الشكل ده؟ ان شاء الله موديلات تانية، بس احنا طلعنا شكلين بس. ماشي، اعرفهم بس ان في منها موديلات وفي الوان. عندي منها موديلات، عندي منها الوان ان شاء الله. في الوان وموديلات منها. وده كمان موديل تاني، بس عشان وقت الفيديو فاحنا احنا بنقصر بس وقت الفيديو، انما هنا لو هتيجي هتلاقي موديلات كتير والوان كتير جدا. برضو ده موديل تاني، ده موديل تاني هنا حلو قوي برضو، في منه الوان وان سايز برضه ان شاء الله. وان سايز. وده هيكون البنطلون بتاعه، بنطلوننا حلو قوي، بصوا على الرسمه كويسه جدا، مقاساته حلوه برضه، والخامات كويسه جدا، هتعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله. نتمنى تشرفونا، نورتنا، وميرسي تعبناك معانا. تعبناك جدا معانا يا محمود النهارده، وشكرا جدا. وان شاء الله ان شاء الله في المكان هنا باذن الله ان شاء الله، ومش هيبقى اخر تعامل باذن الله، وكل مره ينزل حاجات جديده هاجي واصور لكم مع محمود. شكرا يا محمود قوي، ماشي، ميرسي قوي، شكرا. كده حبايبي كانت خلصت خلاص الجولة بتاعت النهاردة، واستنوني في جولات كتير جدا لمحلات كتير ان شاء الله. اي محل هلاقي عليه خصومات او اسعاره حلوة وبيبيع جملة ان شاء الله لازم اصوره لكم عشان تستفادوا بكل عروضه. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، بجد سنتر النصر فيه حاجات حلوة جدا، اطفالي وشبابي وبناتي، واحجام بيك سايز، ياريت تزوروه وتشوفوه، اسعاره حلوة قوي زي ما قلت لكم. لو عجبكم الفيديو بقى اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ولايك كتير جدا.